وقد اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. يعني الآن هاي الصلاة اللي صليناها، هل جلسة اللي جلسناها، هل قعدة اللي الآن عندنا، رسول الله ده يشوفنا كيف؟ عندنا رواية أن هنالك ملائكة يعرضون أعمالهم، أعمالنا، أعمال الأمة كلها، اللي بالعراق واللي باليابان واللي بالهند واللي في مصر واللي بالمشرق واللي بالمغرب، أعمالنا كلها تعرض على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يدري كل شيء، يدري بها. في بعض الروايات بالسبوع مرتين، كل يوم اثنين وكل يوم خميس، أعمارنا تعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. زين، المؤمنون من هم؟ قولوا لي. المؤمنون في زماننا، في زماننا منه مولانا صاحب الزمان عجل الله فرجه. نعم خويا، مؤمنون في هذا الزمان، سيد المؤمنين في هذا الزمان مولانا صاحب العصر والزمان صلوات الله عليه وأرواحنا فداه. نحن الشيعة والسنة، والمؤمن والمنافق، والرجل والمرأة، والغني والكبير، والموظف والمعمم، والفلاح والتاجر والعامل، كل أعمالنا صغيرها وكبيرها تعرض على مولانا صاحب العصر والزمان. فإن رأى فيها طاعة فرح، يفرح ويدعو الله لنا بالتوفيق، وإن يرى فيها معصية ترى الإبام قلبه، يتأثر على قلبه، يحزن قلبه. ولذلك إخواني اسمعوا، أخواتي اسمعوا، الإمام المحزون، الإمام صاحب الزمان هو قلبه محزون مجروح. إيانا أنا أوصي نفسي وأوصي غيري، إيانا أن نزيد جراحة قلب إمامنا. نعم الإمام يحزن إذا رأى الإمام منا معصية وعملا قبيحا، فإن الإمام يحزن. أحيانا يستغفر لنا إذا كان ذنبا قابل للتوبة وقابل المغفرة يستغفر، وأما إذا كان لا عمل قبيح جدا يحزن الإمام. يعني نزيد على جراحات قلب الإمام جراحات جديدة، على أحزانه حزنا جديدا، على مصائبه مصائب جديدة. هذا اللي ورد في الروايات في تفاسير أهل البيت وغير أهل البيت، هذا في الدنيا. وأما في الآخرة طبعا كل حسابنا على الله، كل هذا عملنا مكتوب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هذا كلماتنا. وأما أعمالنا، أفيحسبون أنا لا نعلم سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون.